الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. حلقتنا النهاردة فيها أخبار كتير أكيد عن النادي الأهلي اللي بيختتم تدريباته النهاردة استعدادا لمواجهة وادي دجلة إن شاء الله المقرر ليها بكرة في الأسبوع 20 من الدوري ممتاز. إن شاء الله المدير الفني هيختار قائمة اللقاء وهيدخل الفريق بعد كده في معسكر مغلق، وأكيد هقول لكم طبعا كل التفاصيل الخاصة بالتدريب اللي بيحصل دلوقتي حالا على ملعب مختار التتش في مقر النادي في الجزيرة. كمان الفريق قدم أكيد مباراة قوية جدا في آخر مباراة لي قصاد مصر المقاصة، وإن شاء الله هيواصل عروضه وهيحقق أكيد الفوز بكرة إن شاء الله ونواصل الزحف للصدارة. كمان مباراة بكرة دي هي المباراة رقم 16 للنادي الأهلي في الدوري الممتاز من أصل 38 مباراة، يعني لسه بدري جدا على حسم اللقب. كلنا هنشوف المباراة أو شفنا كمان المباراة اللي فاتت والانسجام اللي ظهر ما بين اللعيبة والجهاز الفني، وتفائلين إن شاء الله إحنا نشوف اللقاء اللي جاي ونشوف الفريق في أفضل حالاته في الفترة اللي جاية كلها. كمان مباراة بكرة قدام دجلة دي مش هتكون أبدا سهلة زي ما في ناس كتير قوي بتقول أو ناس كتير متخيلة. فريق دجلة ده فريق محترم وبيضم لعيبة كتيرة جدا على مستوى عالي، وكمان مدير فني عنده فكر هجومي، لكن كلنا أكيد عندنا ثقة أكبر بكتير في اللعيبة بتاعتنا إن هم يقدروا يحققوا الفوز وكمان يتقدموا خطوة كبيرة نحو الصدارة ويقدموا لنا كورة حلوة جدا. كمان هيكون معانا النهارده جولة في كل اللي اتكتب عن النادي الأهلي في الصحف وفي المواقع، وكمان جولة كبيرة جدا في السوشيال ميديا كالعادة، وهنستعرض معاكم بعض الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. وهيكون ضيفنا النهارده أستاذ عبد اللطيف إسماعيل الناقد الرياضي في أخبار الرياضة، وكالعادة بنبتدي حلقتنا بأهم العناوين. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة دجلة. لاسارتي بثقة، الأهلي عائد لمستوى والصدارة. يوسف، حققنا العديد من المكاسب ومواجهة دجلة صعبة. الجهاز الفني يحسم ملف القائمة الأفريقية بعد لقاء دجلة. الأهلي يطلب 30,000 متفرج لمواجهة سيمبا. أحمد ناجي، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأفريقية مفيد للمنتخب. محمد صلاح يواصل مطاردة ميسي. البداية دايما بتكون بأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة. الأهرام، التونسي علي معلول يوافق على تمديد تعاقده مع الأهلي. الفريق يستعد لدجلة، ولاسارتي يحسم موقف صلاح والسعد وجيرالدو. المساء، لاسارتي بثقة، الأهلي عائد لمستوى والصدارة. انتصرنا على الغيابات وعدم التجانس بين القدامى والجدد والترتيب المتأخر للفريق. مهام خاصة لصبحي والشحات وماهر في المران استعدادا لدجلة غدا. معلول يقرر البقاء مع الأحمر ويمدد عقده خلال ساعات. الأخبار، محسن وسمير جاهزان لتدعيم صفوف الأهلي أمام دجلة. الجمهورية، انفراجة في كثيبة الشياطين، الأهلي بكامل قوته أمام دجلة. الأخبار المسائي، هجوم الأهلي يعود للخدمة، صلاح محسن جاهز ولاسارتي يأمل في تخطي دجلة بدون إصابات. الدستور، الأهلي يتأهب لمواجهة دجلة ويطلب 30,000 متفرج أمام سيمبا. أخبار الرياضة، يريد التأكيد أنها لم تكن صدفة، الامتحان اليوناني أكثر أهمية للأوروغوياني. روز اليوسف لاسارتي للاعب الأهلي الدوري في الملعب الأوروغوياني، يحذر من نزيف النقاط قبل مواجهة دجلة. الأخبار المسائي، حسم مقعدي القائمة الأفريقية في الوقت القاتل. أخبار الرياضة، لاسارتي يرد بقوة على مروج الشائعات أن الحاكم بأمره لا أحد يتدخل في عملي ولا أقبل. الشروق، 12 مليون جنيه شرط الأهلي لرحيل ميدو جابر للمقصة. هويدي، المفاوضات مستمرة ومتمسكون باللاعب. أخبار الرياضة، أجاي يستعيد حقه ويؤكد هدف القادم أفضل محترف في تاريخ الأهلي. الأهلي عزيمة، الأهلي إصرار، الأهلي دايما بيلعب حتى الثانية الأخيرة. الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضايع.
تامر كانونا في الوقت الحاضر. نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار، وهنبتديها من جريده الاهرام اللي قالت ان وافق التونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي على تجديد عقده مع الفريق واللي بينتهي بنهايه الموسم اللي جاي، وان هو بيفضل ان هو يفضل مع الفريق، وده طبعا حسب القرار النهائي للجهاز الفني. قالت كمان الاهرام ان مصادر خاصه قالت ان علي معلول ما عندوش اي مانع ان هو يمدد عقده مع النادي الاهلي لمده موسمين جديدين، وده هيحصل خلال الساعات اللي جايه او الايام اللي جايه عشان يتقفل الباب نهائيا عن اي مزايدات بتخص اللاعب التونسي واللي لقى راحته في القاهره بحسب تصريحاته. كمان الجمهورية قالت ان اصبح صلاح محسن لاعب الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي قريب جدا من المشاركة مع الفريق في المباراة اللي جاية قصاد وادي دجلة بكرة يوم الاثنين في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز. اللاعب بقى جاهز خلاص للعب مع الفريق بعد ما تم شفائه بشكل نهائي من الاصابة في العضلة الضمة واللي اصيب بيها في مباراة المقاولين العرب الاخيرة واللي غاب بسببها حوالي 3 اسابيع. كمان سعد سمير كان جاهز للمشاركة في مباراة مصر المقصة، لكن الجهاز الفني فضل عدم التعجل باللعب بيه في المباراة عشان أكيد كانوا خايفين من تجدد الإصابة ومن الممكن أن هو يشارك في مباراة وادي دجلة. قال كمان طبيب الفريق أن الثنائي جيرالدو وهشام محمد انتظموا في التدريبات الجماعية وبيتم تجهيزهم دلوقتي عشان يروحوا للمرحلة اللي جاية في التعافي من الإصابة ويقدروا يكونوا جاهزين مع الفريق في المباريات القادمة. كمان أخبار رياضة قالت أن حارس الأوروغواني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي أن هو يحفز اللعيبة قبل مواجهة وادي دجلة عشان طبعا يواصلوا الاداء الجيد واللي ظهر جدا في مباراه مصر المقصه، وكمان عشان يستغلوا المباراه دي في الاستعداد لاعلى مستوى لبطل تنزانيا وتخطي الفريق الدجلاوي الصعب بقياده اليوناني تاكس جونس، بالاضافه طبعا للتاكيد على ان الفوز على مصر المقصه والاداء الجيد ما كانش مجرد صدفه. برضو الاخبار المسائي قالت ان الاوروغواني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي قرر ان هو يحسم مساله المقعدين الشاغرين في القائمه الافريقيه لغايه اخر يوم، او هيسيبهم لحد اخر يوم وكده يحسم مين هم اللي هيتم قيدهم في المقعدين الافريقيين يوم 30 يناير، ورفض لاسارتي ان هو يتعجل في الموضوع ده خصوصا طبعا انه ممكن يحصل اي مستجدات لا قدر الله، ممكن مثلا تحصل اصابات او غيرها من الامور الفنيه. اكد كمان محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي ان عدم قيد لاعب في القائمه الافريقيه مش معناه خالص الاستغناء عن خدماته، لان في لعيبه بيشاركوا في منافسات ثانيه زي طبعا الدوري المصري الممتاز وكاس مصر. وكمان قال محمد يوسف ان القايمه حطها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الاهلي وسجل فيها 23 لاعب، وبعد كده جه لاسارتي وسجل 5 اسامي، وبعد كده طبعا اتبقى مكانين في القايمه الافريقيه، وزي ما قلت لكم ان هو لاسارتي بيفضل انه يحسمها في اخر الوقت او لغايه اخر 30 يناير اللي احنا فيه. كمان اخبار الرياضه قالت ان خلال الفتره اللي فاتت انتشرت اخبار ان محمد يوسف المدرب العام للفريق هو اللي تولى كل الامور الفنيه في مباريات الفريق بحجه ان الاسارتي ما عندوش علم او ما عندوش معرفه بامكانيات اللعيبه وان في مشاكل كتير ما بين اللاعبين، والكلام ده خلى الاسارتي يندهش بصوره كبيره جدا من الاخبار المغلوطه دي. وقال الاسارتي ان الكلام ده غريب جدا لان هو الحاكم بامره جوه الفريق، وان في البدايه كان بيعتمد برده على محمد يوسف في بعض المباريات بسبب تزاحم المباريات الخاصه بالفريق محليا وافريقيا من ساعه ما تولى المهمه في ديسمبر اللي فات، ولكن مع مرور الوقت قدر ان هو يتعرف على كل اللعيبه اللي موجودين في الفريق وما بقاش طبعا في اي مشاكل بالنسبه ليه. وقال المدير الفني ان هو استغل فتره التدريبات عشان يقدر يعرف اكتر امكانيات كل لاعب من غير ما يرتبط اسمه باي حاجه تانية، وان كل اللعيبه حصلوا على نفس الفرصه وان هو ما اعتمدش على اسم لاعب بعينه، وبالتالي هو اللي مسؤول الاول والاخير عن كل كبيره وعن كل صغيره في الفريق مع اعتماده برده على الجهاز الفني المعاون ليه، وكل واحد
أو كل مسؤول فيه بيعمل أو بيقدم دوره على أكمل وجهه. كمان قال لسارتي أنه هو تولى تدريب النادي الأهلي عشان هدف واحد بس، وهو أنه هو ينجح ويحقق البطولات، لأنه هو بيدرب أهم وأقوى فريق في القارة السمراء، وبالتالي فهو ما بيشغلش باله بالكلام اللي بيتردد من مروجين الشائعات. كمان الشروق قالت أن طلب مسؤولين النادي الأهلي الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه عشان يوافقوا على رحيل ميدو جابر لاعب الفريق لنادي مصر المقصة، على خلفية المفاوضات اللي بتحصل ما بين إدارة الناديين عشان يرجع اللاعب مرة تانية لناديه السابق. بيرغب النادي الأهلي في إعارة اللاعب ولكن مش في بيعه نهائيا. صرح كمان وليد هويدي مدير الكورة في نادي مصر المقصة أن الجهاز الفني للفريق متمسك بضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهو ده تقريبا اللي حصل أو يعني في طريقه أنه هو يتم تماما. فعلا تم التعاقد مع اللاعب، ولكن هنقول لكم كل التفاصيل في الساعات القادمة إن شاء الله بعد ما تكون متأكدة وتكون طبعا طالعة من المصدر الموثوق فيه. كمان أخبار الرياضة قالت أن بعد ما استعاد النيجيري جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي لياقته وثقته في نفسه بعد ما رجع من الإصابة، وكمان حاز ثقة المدير الفني للفريق. قال أجاي أن اللي بيفكر فيه دلوقتي هو بس ان هو يثبت نفسه، وان هو بيكون شخص او الفقر ان هو يمشي على النادي الاهلي ده بيكون شخص مجنون ومش عارف قيمه النجوميه اللي حصل عليها عبر بوابه النادي الاهلي. واكد كمان ان هو عنده اهداف كتير جدا بتحقيق البطولات خلال مشواره مع النادي الاهلي. قال كمان ان في عنده اكتر من حلم، لكن حلمه الاساسي والمهم جدا بالنسبه له هو ان يكون افضل محترف في تاريخ النادي الاهلي، وبرغم صعوبه تحقيق الحلم ده لان طبعا كان في اجانب كتير جدا مميزين لعبوا للنادي الاهلي قبله زي فلافيو وجلبرتو، واكيد طبعا دلوقتي موجود علي معلول وكمان المغربي وليد ازارو. قال ان الحلم ده صعب لكن هو مش هيتنازل عنه ابدا مهما كان صعوبه الحلم ده او تحقيقه. ده كان اهم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي في الجرايد. دلوقتي تعالوا نشوف معاكم اهم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة وادي دجلة. بوابة أخبار اليوم: يوسف مواجهة دجلة صعبة لهذا السبب. بوابة الشروق: لاسارتي يحسم ملف 29-30 بعد مباراة دجلة. بوابة الأهرام: طبيب الأهلي المشاركة في جزء من التدريبات يأتي في إطار البرامج الاستشفائية. فيتو لاسارتي يرفض المجازفة بثنائي الأهلي أمام دجلة. الوفد: محمد يوسف يوجه رسالة لمؤمن زكريا. اليوم السابع: الأهلي يصرف 15 مليون جنيه للصفقات السبعة في يناير. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: سيدات طائرة الأهلي يواجه الدفاع الحسني في البطولة العربية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: طارق خيري رجال سلة الأهلي يسير بخطوات ثابتة في دوري السوبر. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: عبد القادر يعلن التعاقد مع دالولو دعم سلة الأهلي. هنبتدي معاكم تفاصيل اخبارنا من على مواقع الانترنت. بالموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان الفريق الاول لكره القدم في الاهلي بيختتم مساء النهارده يوم الاحد استعداداته لمواجهه وادي دجله المقرر ليها بكره ان شاء الله يوم الاثنين في الجوله ال20 من منافسات الدوري الممتاز. بيعلن الجهاز الفني بقياده مارتين لاسارتي قائمه الفريق بعد ما ينتهي التمرين الرئيسي النهارده عشان يدخلوا في معسكر مغلق استعدادا للقاء. النادي الاهلي بيتطلع اكيد لمواصله انتصاراته المحليه بكره قصاد وادي دجله بعد ما فاز مؤخرا على سموحه ومصر المقصه. كمان بوابه اخبار اليوم قالت ان محمد يوسف المدرب العام في النادي الاهلي قال ان مواجهه وادي دجله المقرر ليها بكره ان شاء الله يوم الاثنين هتبقى مباراه صعبه جدا، خصوصا ان هي جت امام منافس قوي بيمتلك جهاز فني جيد ولاعيبه مميزه، ولكن النادي الاهلي بيخوض المباراه بهدف واحد واضح بس، وهو تحقيق الفوز وحصد النقط الثلاث من اجل المحافظه على سلسله الانتصارات الاخيره على المستوى المحلي. وكمان قال ان النادي الاهلي حقق العديد من المكاسب خلال الفتره اللي فاتت، منها الحفاظ على انتصاراته المحليه وكمان استعاده عدد من اللعيبه المصابه بعد ما تعافوا من الاصابه، بجانب اندماج الصفقات الجديده سريعا مع الفريق وظهورها بشكل واضح في اداء الفريق وتحديدا في لقاء مصر المقصه الاخير. واكد طبعا ان هو بيتمنى ان تبتعد الاصابات عن صفوف الفريق، وقال ان برده من ابرز المكاسب اللي حصلت في مباراه مصر المقصه الاخيره انها انتهت من غير اي خساره
في أي لاعب بعد ما فقد طبعا الفريق العديد من اللعيبة خلال المباريات الأخيرة بمعدل لاعب على الأقل في كل مباراة. وقال كمان أن الفترة اللي جاية مبشرة جدا، خصوصا أنه هو قرب أنه يستعيد عدد من اللعيبة المصابة، وده اللي أكيد هيمهد الطريق عشان تكتمل صفوف الفريق بنسبة كبيرة، وده اللي هيسهل برضو على الجهاز الفني بقيادة لاسارتي تطبيق سياسة التدوير بانسيابية شديدة، وده اللي أكيد هيحقق الأهداف اللي بيتطلع الجهاز الفني لتحقيقها في ظل ضغط المباريات وخوض لقاء كل أربع أيام للنادي الأهلي. كمان بوابة الشروق قالت أن الجهاز الفني للنادي الأهلي هيحسم المقعدين الأخيرين في القائمة الأفريقية بعد مباراة وادي دجلة والمقرر ليها مساء يوم الاثنين مساء بكرة إن شاء الله في الجولة 20 من منافسات الدوري العام. هيعقد لاسارتي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المعاون عشان يقدروا يحددوا اسم المقعدين الأخيرين في القائمة الأفريقية. مستني النادي الأهلي أو الجهاز الفني للنادي الأهلي اللحظات الأخيرة قبل ما يتقفل باب القيد في نهاية الشهر الجاري عشان يحسموا الملف ده. الجهاز الفني للنادي الأهلي أيد رمضان صبحي وياسر إبراهيم وحسين الشحات قبل مواجهة بيتا كلاب الكونغولي في افتتاح مشوار دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، قبل ما يأيدوا بعد كده الثنائي حمدي فتحي وجونيور أجاي قبل مباراة شبيبة الثورة الجزائري في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات. عشان يفضل مكانين بس فاضيين في القائمة الأفريقية هيتم حسمهم بعد مباراة وادي دجلة بكرة إن شاء الله. بيتنافس بقى على المقعدين دول عمرو جمال ورامي ربيعة وأحمد الشيخ وصالح جمعة ومحمود وحيد. كمان بوابة الأهرام قالت أن خالد محمود طبيب الفريق قال ان اكتفاء عدد من اللعيبة الاساسيين في المشاركة في جزء من تدريبات الكورة مبارح ده جه في اطار البرامج الاستشفائية اللي بيخضع عليها اللعيبة بعد المباريات عشان يتجنبوا التعرض لاجهاد عضلي في ظل طبعا ضغط المباريات المتتالية في المرحلة الحالية. وكان في عدد من اللعيبة اكتفوا باداء جزء من التدريبات الكورة مبارح في الوقت طبعا اللي اكتفى فيه مجموعة من اللعيبة ان هم يعملوا تدريبات استشفائية بس على هامش التمرين، وده اللي فسره طبيب الفريق في اطار تجهيز اللعيبة وفق للبرامج وبالأحمال المحطوطة عشان اللعيبة دي ما يصابوش بالإجهاد. كمان موقع بيتو قال أن مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي بيرفض المجازفة بالثنائي هشام محمد والأنجولي جيرالدو، وده طبعا هو باللعب بيهم أو بالدفع بيهم في الحسابات الفنية لمباراة وادي دجلة. وطبعا نية لاسارتي في عدم الاستعانة بالثنائي دي دول عشان خايف طبعا أن هم يرجعوا مرة تانية للإصابة، لأن هم لسه متخلصين من الإصابة اللي كانت عندهم الإصابات العضلية، والمفروض ان هيتم تجهيز الثنائي للمرحله اللي جايه ان شاء الله، خصوصا ان في قرار جوه الجهاز الفني ان هم يتمهلوا وما يتسرعوش ابدا باللعب باي لاعب رجع من اصابه زي ما حصل مع سعد سمير واللي رجع مره ثانيه للقائمه قصاد المقصه، ولكن برده ما شاركش لحد ما يتم اعلان جاهزيته البدنيه والفنيه بشكل كامل وفقا للي بياكده الجهاز الفني. كمان الوفد قال ان وجه محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي رساله لمؤمن زكريا مهاجم الفريق بعد ما رحل لنادي احد السعودي. وقال يوسف ان هو بيتمنى التوفيق لمؤمن زكريا في تجربته الجديده مع احد السعودي. اكد مدرب النادي الاهلي انه مش هيرد على تصريحات مؤمن زكريا لان لا يجوز لمدرب في القلعه الحمراء انه يرد على اي تصريحات لاي لاعب مهما كان. كمان اليوم السابع قالت ان بتستعد اداره النادي الاهلي لصرف مقدم عقود اللعيبه الجداد واللي تم التعاقد معاهم خلال فتره الانتقالات الشتويه الجاريه، والبالغ عددهم 7 صفقات: رمضان صبحي من هدفو تاون الانجليزي على سبيل الاعاره لمده 6 شهور، حسين الشحات من العين الاماراتي، حمدي فتحي من انفي، محمود وحيد من المقصه، ومحمد محمود من دجله، وجيرالدو من اول اغسطس الانجولي، وياسر ابراهيم من سموحه. قال مصدر في النادي الاهلي ان اداره النادي الاهلي بتجهز حاليا مقدم عقود اللعيبه واللي هيتضمن حمله اعلانيه للعيبه السبعه تقريبا. وقال كمان ان مسؤولين النادي الاهلي بيجهزوا حاليا ما يقرب من 15 مليون جنيه عشان يصرفوا مقدم عقود الصفقات الجديده خلال الايام اللي جايه. وقال كمان اليوم السابع ان النادي الاهلي بيبدا في صرف المبلغ ده للعيبه بعد ما سبق وانتهى من تسديد قيمه الصفقات للانديه اللي تم شراء اللعيبه منها، وده على مسؤوليه اليوم السابع. طيب هنروح دلوقتي سريعا لزميلنا عبر الهاتف محمد توفيق مراسل قناة النادي الأهلي المتواجد دلوقتي في استاد مختار التتش عشان يطمننا عن تدريب الفريق. مساء الخير عليك يا محمد. مساء
برحب بيك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك، وعايز اطمن منك بقى على كواليس تدريبات النهارده الخاصه بالفريق استعدادا طبعا للقاء وادي دجله. اكيد ده التدريب الاخير، وبعد كده ان شاء الله اكيد فريقنا هيروح للمعسكر المغلق، وعايز اعرف منك تفاصيل اكتر. زي ما قلت كده، قدم الفريق الاول بالنادي الاهلي الرمي الاخير استعدادا لمواجهه الغد ان شاء الله امام وادي دجله، وتنطلق في الثامنه مساء الغد في طبعا جات الاسبوع ال20 من بطوله الدوري العام. والتمرين بدا النهارده في تمام الساعه 4:10، وافترض يعني استمر لقرابه الساعه وربع، يمكن التمرين لسه منتهي حالا قبل ما تكلميني. قبل جميع اللاعبين بشكل طبيعي التدريب باستثناء كابتن احمد فتحي كابتن وليد ازارو اكتفي بالجري الخفيف حول الملعب والتدريب بالجيم، فيما ادى حسام عاشور ومروان محسن واحمد الشيخ بعض التدريبات العلاجيه مع الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل والاصابات. التمرين بدا بعض التدريبات الخفيفه باستخدام الكوره مع تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، بعد كده تم تقسيم اللاعبين بمجموعتين، مجموعه من المهاجمين والاجنحه ودول قاده التدريب بتاعهم بستيان وكابتن سامي قمصان مدرب الفريق، بينما قاده مجموعه الوسط والمدافعين كابتن محمد يوسف المدرب العام ومستر الفاشي المدير الفني. بعد انتهاء التقسيمه في اختتام التدريب بتقسيمه في نص الملعب راكب خلال الجهاز الفني على بعض الجمل التكتيكيه ان شاء الله التي ينوي تنفيذها ان شاء الله في مباراه الغد امام وادي دجله. فيما ادى حراس المرمى تدريب منفرد مع كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، يمكن التدريب واضح منه شكل الجول ان شاء الله الخطه اللي هيحطها الفريق باذن الله بكره المباراه امام وادي دجله، وبعض الجمل اللي تم الاتفاق عليها بين الجهاز الفني واللاعبين. الاجواء هنا اكثر من رائعه، اللاعبين يعني واضح امام التركيز والتصميم مناصره الانتصارات واللي حصل ان شاء الله والحصول والاعتلاء كما يعتاد النادي الاهلي على قمه الدوري. وانت بتكلميني في اللحظات ديت بيجهز اللاعبين علشان يستقل الاتوبيس والتواجد لفندق الاقامه للمبيت هناك استعدادا لمباراه الغد ان شاء الله امام وادي دجله. طيب عايز اسالك برضو من خلال متابعتك للتقسيمه اللي اتعملت النهارده في التدريب، ممكن تقول لي ملامح تشكيل بكره هيكون عامل ازاي؟ التدريب مش هيكون كتير عن اخر مباراه امام مصر المقاصه، كان هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي امام الرباعي في اليمين، هيبقى لسه الكلام يمكن يتشهد بكره مباراه بكره مفاجاه باشتراك باسم علي، ولكن الاقرب لخوض المباراه محمد هاني اللي ما اداش التمرين بشكل كامل النهارده خوفا عليه من الاجهاد، هيبقى في مركز قلب الدفاع هيبقى ياسر ابراهيم وايمن اشرف اللي بيعود بعد الاقراف اللي حصل على ثلاث انذارات، في الجنب الشمال علي معلول، في وسط الملعب هيبقى عمرو السوليه بشكل اساسي، وورا واحد يعني هيبقى يا اما كريم نبلي في جنبه يا اما هيبقى ان شاء الله حمدي فتحي اللي برده ما كملش التمرين بشكل كامل خوفا عن الاجهاد، لكن هم الحمد لله حالتهم الفنيه والبدنيه كويسه. قدامهم هيبقى رمضان صبحي وحسين الشحات ونصر ماهر، وفي الامام هيبقى دنيا عشيه. طيب عايزه برضو اطمن منك اخيرا على حاله المصابين. المصابين زي ما قلت لحضرتك يمكن حسام عاشور ومروان محسن واحمد الشيخ قدوا تدريبات علاجيه النهارده مع الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، واحمد فتحي ووليد ازارو اختفوا بس للجري حوالين الملعب. بشكرك جدا على وجودك معانا وطبعا على كل التفاصيل الخاصه بالنادي الاهلي وبتدريب النادي الاهلي. كان معانا زميلنا محمد توفيق مراسل قناه النادي الاهلي من استاد مختار التتش، طبعا ده كان اخر تدريب النادي الاهلي استعدادا لبكره او للقاء بكره في الجوله ال20 من الدوري الممتاز لقاء وادي دجله ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لفريقنا. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. بطولة افريقيا لأول مرة. طويلة للخطيب. Oh, goal! Mohamed Abou Dreka!
كده بيركز ابو تريكه ويرميها برده على مربيه الله 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 من ثواني بقول هنعملها وكوره خطيره وكوره من وليد سليمان والهدف الثاني وليد على طول الكرة لمحمد ابو تريكة ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي وادي ابو تريكة رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ولسه مكملين اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت ولكن بعيدا عن كره القدم. موقع رسمي للنادي الاهلي قال ان فريق سيدات الكوره الطايره في النادي الاهلي بيواجه الدفاع الحسني المغربي الساعه 7 مساء يوم الاحد النهارده وتقام المباراه على صاله 2 في استاد القاهره وده في افتتاح مشوار طايره النادي الاهلي في البطوله العربيه للانديه. انطلقت فعاليات البطوله العربيه للانديه في نسختها رقم 20 بمواجهة سبورتينج والمحرق البحريني النهاردة العصر ونطلع بعد كده طبعا دلوقتي معاكم لتقرير سريع عشان نشوف فيه قرعة البطولة اللي اتعملت امبارح. طبعا البطوله العربيه دي بقت النهارده يعني موجوده على الخريطه بتاعه المسابقات في مصر وانا برحب دايما بكل الفرق اللي بتيجي. احنا شجعنا اربع فرق الاهلي طبعا كان دايما بيدخل فيها. احنا في عندنا ثلاث فرق كمان مصريه وده فخر لنا كمصر. الاتحاد العربي بيدي البطوله دي دايما كتنظيم لمصر عشان هو واثق من التنظيم وجوده التنظيم وجوده الملاعب وكده. الفكره اللي انا عايز اقولها انه النهارده احنا بنشجع كل الفرق المصريه تخش، يعني هتلاحظ النهارده ان في نادي الصيد موجود، سبورتنج كان موجود السنه اللي فاتت وموجود، الزمالك موجود المره دي، في بعض الدول اللي جايه من الفرق اللي جايه من دول تونس، فاقس التونسي موجود، فرق قويه جدا، واتوقع انه النهائي او الكاس البطوله هيكون ما بين الاهلي والصفاقسي. احنا كاتحاد مصري دايما بندعم خاصه رياضه السيدات لانه احنا عندنا نقص فيها دايما لانه دايما بتلاقينا الفريق الاول السيدات بيبقى 70% منه البنات الصغيرين، وانا الحقيقه مش مبسوط من القصه دي وعايز دايما ان احنا يبقى عندي فريق اول هو فريق اول في سنه هو اللي بيلعب فريق اول، فان شاء الله خير والبطوله هتبقى بمستوى كويس ان شاء الله. والله الاستعدادات عاديه من خلال مباريات الدوري العام وكاس مصر والحمد لله، يعني عملنا معسكر لمده اسبوع قبل البطوله رفعنا فيه معدل الحمل البدني وعملنا فيه مباراتين الحمد لله، يعني يعتبر الفريق جاهز بنسبه كبيره جدا للبطوله باذن الله. والله البطوله فيها اربع فرق مصريه، طبعا الفرق المصريه عارفين بعض كويس قوي، فانا اخترت الفرقه من خارج مصر، عندي المغرب وعندي البحرين وعندي الصفاقسي. الصفاقسي فرقه قويه جدا ومرشحه معانا لللقب، فطبعا اخذت فريق المغرب لان محتاج ان انا ادخل البطوله بمباراه قويه تجهز اللعيبه اللي بقيه المباريات. والله الفرقه كلها جايه الحمد لله مركزه جدا ومدعمه نفسها كويس جدا، تونس والمغرب وفرق مصريه كمان مدعمه نفسها باجانب، فاعتقد البطوله هتبقى من اقوى النسخ اللي اتعملت في البطوله العربيه. لما عملنا برنامج عملناه البرنامج على مستوى تحضير مجموعتين، يكون تسلسل المستوى بتاع الفريق يكون ماشي على حسب الدوره. هو ولات الحسابات ولات تغيرت في اخر لحظه، يعني تقلقنا على مستوى التحضيرات تقلق، وهكذا يضر الكره الطايره راه ما ينفعهاش بالطريقه هذه، ما ينفعهاش. انا تمنيت لو كان خلاو مجموعه فيها اربعه وخلاو مجموعه فيها ثلاثه وكانت تكون هكا تكون البطوله احسن وتولي في المركز الرابع، تحصل المركز الرابع تكون يعني معفاه الفريق اللي باش يلعب لها وتكون معفاه ونلعبوا نصف نهائي ونهائي وهكا تجم تبني عليه المستوى للطائره. لكن لجنه التنظيم تشوف انت تخدم بنظم يعني ماهيش تساعد على تطوير وتحسين مستوى الطائره النسائيه، بصراحه نكونوا امنين خاطر الامور هذه يكونوا فيها فنيين اختصاص كره طائره مش اداريين، فهمت بصراحه. والوضع هذا يقلقنا شويه احنا على مستوى التحضير، خاطر احنا لما كنا عملنا برنامج نجيو النادي الاهلي ونشاركوا في البطوله العربيه كان برنامج مجموعتين مش مجموعه واحده. فهمني هذا ممكن يعمل لنا شويه حسابات نتاعنا ان شاء الله. اوكي احنا نحاول نتاقلم مع الوضع وربي يسهل ان شاء الله. البطوله يعني حضراتكم حضرتوا القرعه، يعني
اخر اربع خمس سنين ما كانتش بالقوه دي. في خمس ست فرق فعلا في البطوله دي اقويه جدا، اغلب الفرق جايبه محترفين طبعا على راس الانديه، طبعا النادي الاهلي طبعا بطل افريقيا وبطل العرب، وفي نادي الزمالك ونادي صفاقس والمغرب واحنا يعني الصيد وسبورتنج. لا البطوله قويه جدا وغالبا اغلب ماتشاتها هتبقى قوية وصعبة، ونتمنى بإذن الله إن احنا معانا فريق واعد شاب بنلعب ببنات أعمارهم كلها 18 سنة و16 سنة، يعني إن شاء الله نعمل بطولة كويسة ونشرف نادي الصيد، ونبقى نعمل بطولة إن شاء الله نقدر نشرف مصر بيها كمان بإذن الله. مجلس إدارة نادي الصيد بنشكره جدا، رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة فعلا وإدارة النشاط الرياضي، هم أخذوا قرار من شهر إن احنا نشارك في البطولة العربية. من أول ما أخذوا قرار كان ماتشات الدوري شغالة، فكنا بنستعد للبطولة من خلال الدوري واحنا شغالين، وعملنا معسكر مغلق لمده اسبوع اللي فات سنه البطوله، واعتقد يعني البنات بذلوا فيها، يعني بشكرهم جدا على الجهد اللي بذلوه في المعسكر. وصلنا فورمه الحمد لله، فورمه البنات دلوقتي نقدر ان شاء الله نعمل اقصى ما عندنا في الماتشات الجايه في البطوله باذن الله. لسه مكملين معاكم اخبار في النادي الاهلي، والموقع الرسمي للنادي الاهلي برضو قال ان طارق خيري المدير الفني للفريق الاول لكره السله رجال في الاهلي عبر عن سعادته الكبيره باستمرار الفريق في تحقيق الانتصارات بعد ما فاز او بعد الفوز اللي حققه على حساب فريق سبورتنج 77-61 امبارح ضمن منافسات بطوله دوري السوبر للمحترفين، واكد ان الفريق بيسير بخطوات ثابته في البطوله. تعالوا نشوف معاكم ابرز التصريحات الخاصه بالجهاز الفني بعد لقاء امبارح. بالنسبه لمباراه النهارده، مباراه مهمه، انت بتلعب بره ملعبك مع فريق محترم، فريق سبورتنج عنده نقص، عنده اصابات زي ما كان عندنا في الاول، ده كان قلقني النهارده الاصابات اللي عندهم، ان انا اللعيبه عندنا ممكن مهما تحفزها ان هو متخيل ان هو يكسب في اي وقت، دي كانت الازمه الحقيقيه بالنسبه لي. والجيم فعلا كان مأزم اول شوطين، وبعدين من الكوارتر الثالث بدانا نفرق، او بدانا نلعب اللعب بتاعنا، او بداوا يلعبوا باهتمام او بشخصيه النادي الاهلي ان هو عايز يكسب المباراه. كان مهم لينا، انت بتلعب على اول، عايز تاخد اول مجموعه، عايز تطلع الدور الاولاني ده بدون هزيمه، عندك مباراتين مهمين قوي اللي جايين، عايز تطلع بدون اصابات او بدون اجهاد، لان انت عندك يوم 8/2 عندك دور 16 في بطوله افريقيا عندنا في النادي، فانت عايز تريح لعيبه، ما يبقاش في اجهاد على اللعيبه في الماتشات، وعايز تبعد عن اصابات، حاجات كتير بيبقى الموضوع معدته صعبه جدا. فالحمد لله رب العالمين النهارده كسبنا، قدرنا نكسب بال 12 لعيب وبدون الحمد لله بدون اصابه. دوري السنه دي 8 فرق مميزين جدا، وكل فرقه اتقل من الثانيه، وفي وسط بقى زحمه الماتشات دي احنا عندنا 3 ماتشات تقال جدا على ملعبنا، دور ال 16 بطوله افريقيا جايين، يعني احنا اخر ماتش يوم 2 في الشهر مع الاتحاد ملعبنا، يوم 8 البطوله على ملعبنا، ست ايام فتره مش كافيه جدا، بس احنا بنحاول نعمل كجهاز فني بنحاول نعمل روتيشن في اللعيبه، ان احنا كل جيم بنطلع. الحمد لله المصابين، احنا ال 15 لعيب اللي في القايمه بتاعتنا الحمد لله كل المصابين رجعوا الملعب، مفيش حد، اخرهم ابو النصر اصابه خفيفه كده جات له الجيم اللي فات وكان يقدر يلعب النهارده، بس احنا اتعمدنا نريحهم عشان يبقى جاهز للي جاي. فان شاء الله يا رب نكمل الماتشين اللي جايين على خير من غير اصابات، ونقدر ربنا يوفقنا في موضوع الروتيشن اللي بنعمله بحيث نوصل لاعلى فورم ان شاء الله على تصفيات افريقيا، مش تصفيات 16، دول 16 افريقيا اللي في ملعبنا يوم 8. وهي مش عايز اقول هي البطوله الاهم، بس برضو الدوري مهم، هم المشكله ان هم جايين مع بعض، فربنا يقدرنا ويبعد عننا الاصابات ونقدر نوفق بين البطولتين ان شاء الله. طبعا نادي سبورتنج نادي كبير، طبعا هو واخد الدوري السنه اللي فاتت، فهو فرقه كبيره طبعا، مباراه طول عمرنا بيجي الملعب ده ماتش بيبقى صعب في الاول، هو ملعبهم برضو هم حافظين اكتر مننا، فطبيعي في الاول كده بيبقى برضو عقبال انت ما تدخل على الملعب على ارضيه الملعب يبقى بتاخد شويه وقت يعني، بس الحمد لله في الاخر كده على الكوارتر الثالث على اخره كده والرابع الحمد لله قدرنا نفرق يعني بالسكور، والحمد لله على المكسب، مكسب مهم طبعا في وقت مهم جدا يعني. كل مكسب بيجيب مكسب، انت عارف المكسب ده بيجيب ثقه اكتر، فاحنا يعني ان شاء الله باذن الله عايزين اول دور كده ناخد 7 من 7 يحطنا كده ان شاء الله باذن الله في المركز الاول، تفرق معانا جدا بعد كده في دور الاربعه او دور الثمانيه كمان، فيعني باذن الله واحده واحده كده خطوه خطوه باذن الله ونحقق اللي احنا نطلع اول في الدور ده ان شاء الله. طبعا النهارده كان ماتش مهم جدا يعني، لان احنا عايزين ناخد اول، تبقى الطريق بتاعنا هيبقى اسهل شويه في للنهائي،
فوز النهارده ادينا دفعه ثانيه ان احنا يعني بنبتدي نستعيد الثقه ثاني ونبتدي ان الناس تجيب نفسها. انا كنت مصاب النهارده لعبت يعني الحمد لله يعني بدانا ناخد ثقه شويه الحمد لله. بطولة افريقيا طبعا انت زي ما بتقول المجموعه الاولانيه كمان ثلاث ماتشات بس وعلى ارضك، فلا مش حمل زياده قوي، احنا مستعدين جدا يعني للبطوله ومركزين فيها جدا وربنا يسهل يعني مع جمهور مع دعم الناس والجمهور وكده، لا الموضوع هيبقى ان شاء الله كويس. فرقه سبورتنج على ملعبها طبعا بتبقى قويه، اي فرقه بتبقى على ملعبها بتبقى في يعني قوتها بتزيد، فطبعا الماتش مش هيبتدي من الاول سهل، لازم هيبقى فيه يعني شد وجذب كده ويبقى الماتش ايكوال في الاول. كابتن طارق الحمد لله النهارده عمل روتيشن حلو، الفرقه كلها 12 لعيب لعبوا 11 لعبوا كله لعب بتقريبا اوقات متساويه، ادى فترات راحه كويسه للعيبه. هي احنا عشان احنا الفرقه مستواها الريتم بتاعنا ثابت طول ال 40 دقيقه، اول ما الفرقه اللي قصادنا بتقل شويه احنا بنعلى، يعني مش مساله مين لعب او مين بره مين دخل يعني يلعب او كده، هي مساله ان احنا ماشيين بريتم كويس مستوانا ثابت في الماتش، فاول ما الفرقه اللي قصادنا بتقل شويه بنبتدي احنا نطلع يعني الحمد لله ربنا يكملها يعني ان شاء الله باذن الله على خير ان شاء الله باذن الله. ومن كرة الطايرة نروح لكرة السلة، ورؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي في النادي الأهلي أكد أنه تم التعاقد مع اللاعب النيجيري دياس بيلو عشان يدعم فريق كرة السلة في مباريات بطولة أفريقيا واللي هتقام خلال الفترة اللي جاية، وقال كمان عبد القادر أن اللاعب هيوصل للقاهرة يوم 31 يناير الجاري عشان ينضم للتدريبات ويتمهد للمشاركة في مباريات المجموعة الثالثة اللي بتستضيفها أو بيستضيفها النادي الأهلي، وبتضم فريق أول أغسطس الأنجولي وفريق بطل رواندا راج وفريق فيرو فياريو بطل موزمبيق. وقال كمان ان اللاعب وقع العقود عبر نظام الاونلاين عشان يدعم الفريق بالاضافه للامريكي تاد اوبراين وريجنالد تافن هومز. دي كانت اهم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، ودلوقتي هنروح معاكم لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع لجنة الطوارئ تجتمع اليوم لمناقشة ترتيبات إقامة أمم أفريقيا. الفجر الجبلية طلبنا تأجيل أمم أفريقيا 2019 ورمضان ليس مبرر. الشروق ناجي تأجيل انطلاق كأس الأمم الأفريقية أمر مفيد للمنتخب. رئيس استاد القاهرة يفجر مفاجأة حول زيارة وفد الكاف قبل أمم أفريقيا. الوفد اتحاد الكرة يدرس زيادة عدد أعضاء المجلس. اليوم السابع 28 لاعب في قائمة المنتخب لمباراتي النيجر ونيجيريا. سوبر كورة 10,000 جنيه عقوبة للزمالك لإفساد هجمة بيراميدز و20,000 لسب التوأم. الفجر محمد صلاح يصارع ميسي. في الجول كلوب هذه فوائد معسكر دبي. الوفد حارس ليفربول مانشستر سيتي المرشح الأكبر للفوز بالدوري الإنجليزي. يلا كورة توجيه تهمة سوء السلوك رجل أمن يفقد عمله بسبب سيلفي مع اللاعبين. سوبر كورة طبيب عربي يضع برنامج تأهيل لنيمار لمواجهة مانشستر يونايتد. آسر سأل لنيمار كلمة السر في انتقال دي يونغ لبرشلونة ورفض سان جيرمان. سكاي نيوز مدرب سابق لرونالدو بهذه الأسرار اكتسح لدون عالم الكرة. نروح مع حضراتكم لتفاصيل أهم الأخبار وهنبتديها بالأخبار المحلية، وهنبتديها من اليوم السابع اللي قال إن بيعقد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماع النهارده يوم الأحد في لجنة الطوارئ في الكاف لبحث التجهيزات لبطولة أمم أفريقيا واللي بتستضيفها مصر خلال منتصف شهر يونيو اللي جاي، وعلى رأسها حسم الميعاد النهائي للبطولة بعد ما طلبت دول شمال أفريقيا تأجيل انطلاقها لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان وأجازة عيد الفطر المبارك، وده اللي
هيتم حسمه، والأقرب طبعا هو الموافقة عليه وإقامة البطولة يوم 21 الموافق يوم الجمعة، بناء على طلب مصر بإقامة حفل الافتتاح يوم جمعة عشان يضمنوا حضور أكبر عدد من الجماهير. كمان بيتفقد النهاردة رئيس الكاف استاد القاهرة واللي بيستضيف مباراة افتتاح البطولة. كمان هيتم تشكيل لجان أمم أفريقيا من الاتحاد الأفريقي، إلى جانب طبعا تحديد ميعاد زيارة لجنة الملاعب في الكاف للملاعب المصرية اللي هتستضيف مباريات أمم أفريقيا، وهي استاد القاهرة، استاد السلام، الكلية الحربية، المكس، اسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد، استاد الجيش في السويس. وكمان كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أن كل الملاعب المختارة لاستضافة مباريات أمم أفريقيا جاهزة ومطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، وأكد أنه يتم إغلاق الملاعب دي أو الاستادات دي في منتصف شهر أبريل اللي جاي عشان يحضروها للبطولة وعشان يريحوا طبعا أرضية الملاعب. كمان الفجر قالت أن كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن قرار تأجيل ميعاد انطلاق كأس الأمم الأفريقية كان بناء على مقترح من الاتحاد المصري لكرة القدم وملوش أي علاقة بشهر رمضان المبارك. وقال مجاهد أن شهر رمضان هينتهي قبل بداية البطولة بشكل كافي، ولكن اقتراح الاتحاد المصري تأجيل الميعاد المقترح عشان يتم تجهيزه بشكل أفضل على المستوى التنظيمي والتسويقي. وقال كمان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الكاف لم يعلن الميعاد الرسمي لانطلاق البطولة، وأن يوم 14 يونيو ده كان مجرد اقتراح بس. وقال كمان ان قرعه البطوله هتكون في مصر يوم 12 ابريل اللي جاي. كمان جريده الشروق قالت ان اكد احمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني ان تاجيل انطلاق كاس الامم الافريقيه لمده اسبوع ده امر مفيد بالنسبه للاعيبه الفراعنه. وقال ناجي الاسبوع هيكون مفيد في حاله استغلاله في معسكر مغلق عشان يتم تجهيز اللعيبه بشكل افضل، خصوصا التاجيل ده هيخلي انطلاق البطوله بعد رمضان، وده اكيد حاجه مناسبه جدا للمنتخب. وقال كمان مدرب الحراس بعد رمضان هيكون أفضل لينا بكتير، لأن ده هيتيح لينا وقت أطول لإعادة اللعيبة للوضع الطبيعي. كمان موقع بيتو قال ان فجر اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره مفاجاه بالتاكيد ان هو ما يعرفش اي حاجه عن زياره لجنه من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف النهارده الحد استعدادا لامم افريقيا 2019 واللي بتستضيفها مصر في يونيو اللي جاي. اكد درويش انه ما تلقاش اي اتصالات من مسؤولين وزاره الشباب والرياضه او اتحاد الكوره بشان تواجد وفد من الكاف النهارده يوم الحد للتفتيش على استاد القاهره، واللي من المقرر ان هو هيستضيف الافتتاح وهيستضيف كمان الختام. وقال ان الاستاد جاهز لاستقبال مسؤولين الكاف في اي وقت، خصوصا ان العمل بيسير على قدم وساق للانتهاء من اعمال التطوير. الوفد كمان قال ان بيدرس مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هاني بوريدا اجراء تعديلات في لائحه النظام الاساسي خلال الجمعيه العموميه والمقرر ليها يوم 23 فبراير اللي جاي فيما يخص عدد اعضاء المجلس. بيفكر مسؤولين اتحاد الكوره في زياده اعضاء المجلس ل 12 عضو بدل 11 عضو عشان يزودوا مساحه العمل جوه الاتحاد ويدوا فرصه اكبر لطرح افكار جديده تساعد في التطوير. وبحسب مصادر في اتحاد الكوره فان الجمعيه العموميه لوفت على المقترح ده بجانب تطبيق نظام القوائم الكاملة في الانتخابات، فإن هاني بوريدا رئيس الجبلاية ناوي إن هو يضم 8 أعضاء معاه ويسيب 4 مقاعد خالية. كمان اليوم السابع قال ان استقرار الجهاز الفني للمنتخب الاول بقياده خافيار اجيري على ضم 28 لاعب في معسكر مارس واللي بيتخلله ماتشين. الاول هيكون قصاد النايجر يوم 22 او 23 او 24 في الجوله السادسه والاخيره من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه واللي بتقام في مصر، وبعد كده في مباراه نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر. بيهدف الجهاز الفني لضم اكبر عدد من الوجوه الجديده في معسكر شهر مارس استعدادا لامم افريقيا واللي هتنطلق في منتصف يونيو اللي جاي. وبتشهد طبعا قائمه منتخب مصر انضمام عبد الله جمعه لاعب نادي الزمالك، ناصر ماهر من الاهلي، مصطفى محمد لاعب طلائع الجيش، الى جانب عوده بعض اللعيبه الدوليين للمنتخب زي عبد الله السعيد وعمر السولية. كمان سوبر كوره قالت ان قرار لجنه المسابقات في اتحاد الكوره تغريم نادي الزمالك 10,000 جنيه عشان قذف الكوره جوه الملعب لافساد هجمه للمنافس، وغرامه ثانيه قدرها 20,000
جنيه لقيام جماهير نادي الزمالك بسباب ضد المدير الفني لبيراميدز والقاء زجاجات داخل الملعب. كمان قررت لجنة المسابقات في الجبلية تغريم السويسري كريستين جواوس المدير الفني للزمالك 15,000 جنيه عشان ما حضرش المؤتمر الصحفي بعد المباراة. كمان برضو اتغرم نادي الانتاج الحربي 5,000 جنيه بسبب ان اللعيبة كانوا بيسخنوا في مكان غير المكان المخصص ليهم في مباراتهم مع الداخلية. وتغريم برضو نادي الداخلية 5,000 جنيه لان اللعيبة برضو كانوا بيسخنوا في مكان غير المكان المخصص ليهم. وغرامة برضو 5,000 جنيه عشان اعتراض الجهاز الفني بصورة جماعية على الحكم. كمان الفجر قال ان واصل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي مطاردة ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني في صراع تسجيل الاهداف وصناعتها في الموسم الحالي. كشف موقع ترانسفير ماركت العالمي ان ليونيل ميسي ساهم في 28 هدف في الموسم الحالي بواقع تسجيل 18 هدف وصناعة 10 اهداف لزمايله، وورا محمد صلاح بالمساهمة في 23 هدف. كمان في الجول قال ان اتكلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي عن فوائد المعسكر القصير اللي خاضه فريقه في اماره دبي في الاسبوع اللي فات، وقال الالماني توقيت المعسكر ده مهم جدا بالنسبه لينا، خصوصا ان هو جه بعد الفتره الاولى من ديسمبر ولحد منتصف يناير، وده دايما او الفتره دي دايما بتكون مزدحمه بالمباريات لكل الفرق. وقال كمان ان هو شاف كل المباريات الخاصه بتشيلسي وتوتنهام وكمان مباراه مانشستر سيتي، عارفين كويس جدا ان هم هيخوضوا مباريات تانية في نهاية الاسبوع، وعشان كده هي فترة صعبة لكل الفرق. وقال ان احنا رتبنا المعسكر ده عشان نلم شمل الفريق من جديد ونرفع من مستوى كل اللعيبة. ففي بعض اللعيبة كانوا لعبوا معظم المباريات والبعض التاني ما كانوا شاركوا كتير في المباريات وكانوا مصابين، وكانت المعسكر ده 4 ايام مثمرة بالنسبة لنا، وهنشوف ازاي هتكون نتيجة المعسكر ده في المستقبل. كمان الوفد قال ان اثارت تصريحات البرازيلي أليسون باكر حارس مرمى فريق ليفربول الانجليزي جدل واسع بعد ما اكد في تصريحات اعلاميه ان مانشستر سيتي المنافس الاول لفريقه على لقب الدوري الانجليزي في الموسم الجاري هو المرشح الاول لحصد اللقب. قال أليسون: لا شك ان ليفربول اصبح يمتلك الان الدوافع الكافيه للمنافسه على اقوى واكبر البطولات. وقال كمان حارس ليفربول: مانشستر سيتي اثبتوا قوتهم الموسم الماضي بعد ما فازوا بلقب البريمير ليج بكل أريحية، كمان بالاستثمار بشكل كبير في الموسم الحالي، وبقوا فريق أفضل، هم منافس صعب وهم المرشحين للقب. كمان سوبر كورة قال إن بيسابق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الزمن عشان يجهز النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للمشاركه في المباراه اللي جايه اللي هتجمعه بمانشستر يونايتد الانجليزي في الشهر اللي جاي في ذهاب دور ال 16 في مسابقه دوري ابطال اوروبا. بيعاني نيمار من التواء شديد في الكاحل الايمن، ودي الاصابه اللي تعرض ليها خلال مشاركته في مباراه ستارسبورغ ضمن منافسات كاس فرنسا يوم الاربعاء اللي فات. وقالت صحيفه لو باريزيان الفرنسيه ان نادي باريس سان جيرمان قرر الاستعانه بطبيب عربي عشان يحط للنجم البرازيلي البرنامج العلاجي والتأهيلي عشان يقدر يرجع مرة تانية وسريعا للملاعب. وكمان كشفت الصحيفة أن الطبيب الجزائري حكيم شلبي وصل للعاصمة الفرنسية باريس عشان يشرف على علاج نيمار دا سيلفا بمشاركة فريق طبي ضخم بالتنسيق مع رودريجو لاسمارا طبيب منتخب البرازيل. كمان أصل الأسبانية قالت أن البرازيلي نيمار دا سيلفا كان ليه دور كبير في انتقال الهولندي فرانك دي يونغ لبرشلونة الأسباني وتفضيله عن الانضمام لباريس سان جيرمان الفرنسي، فرغبة نيمار في العودة مرة تانية لبرشلونة واللي عبر عنها أكيد من خلال العديد من الرسائل اللي كتبها وأرسلها على الواتساب لبعض المسؤولين في برشلونة ولزملائه السابقين برضو كانوا عامل قوي جدا في اتخاذ ديونج لقراره وتحديد وجهته والتوقيع مع بلوجرانا. وعشان يسهلوا الامر على ديونج مسؤولين برشلونه كشفوا لديونج على رسائل نيمار اللي بعتها لهم وبعتها لاشخاص من النادي الكتالوني وعبر فيها عن رغبته ان هو يرجع تاني لبرشلونه، واتكلم واشتكى فيها برضو من قله المنافسه في الدوري الفرنسي والمناخ هناك والاجواء اللي اقل من الليجا الاسبانيه بالاضافه طبعا للتدخلات الخشنه من المنافسين. وعبر خلالها كمان انه اخطا لما رحل عن برشلونه وان الرسائل دي ازالت الحيره والتفكير الكتير جدا من راس الهولندي الشاب وخلته يفضل في النهايه ان هو يوقع لبرشلونه مقابل 86 مليون يورو.
كمان سكاي نيوز قالت ان كشف ابن المدرب اللياقة السابق لكريستيانو رونالدو اسرار نجاحه وتفوق النجم البرتغالي، وقال ان دان كان عارف كويس ان هو هيتربع على عرش كرة القدم. قال مايكل كليج ابن ميك رونالدو كان بيردد دايما ان هو هيكون افضل لاعب في العالم، وحط ده الهدف قدامه وقدام عينه وفي قلبه وخلال تدريباته. وكمان اتكلم ان دان اخذ مجموعه كبيره من الخطوات لتحقيق الغايه اللي عنده او الهدف اللي عنده لما تعاقد مع اخصائي التغذيه عشان يشتغل معاه بشكل خاص، بالاضافه لعدد من المهنيين المتخصصين في كل مجال. وقال كمان ان هو كان بيمتلك مدرب خاص لتسديد الركلات الحره ومدرب تاني في صاله الالعاب الرياضيه ومدرب برضه خاص لتمارين القوى والتمارين اللياقه. وقال كمان ان كريستيانو رونالدو كان ذكي بالتعامل مع طاقم متنوع ومختلف عشان يقدر ان هو يطور من ادائه ومن مستواه. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا. هنبتدي بجيرالدو لاعب النادي الاهلي اللي نشر على الانستغرام صوره ليه مع بعض لعبة الفريق في التدريب، ووجه رساله لمؤمن زكريا اللي اتنقل لاحد السعودي على سبيل الاعاره وكتب اتمنى ليك حظ سعيد يا اخي. كمان كتب فرج عامر رئيس نادي سموحه على تويتر ناصر ماهر افضل لاعب كوره قدم في مصر بلا منازع. كمان شريف عبد الفضيل لاعب النادي الاهلي السابق نشر صوره على الانستغرام مع عماد متعب ومحمد بركات وعلق مثلث الرعب. احتفل كمان احمد حسن كوكا في اولمبياكوس اليوناني بعيد ميلاد محمد هاني لاعب النادي الاهلي ونشر له صوره على الانستغرام وكتب عيد ميلاد سعيد يا توامي دايما معايا. كمان بقى عالميا نشر اليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الانجليزي صوره على الانستغرام مع مراته وبنته وكتب يسعدنا ان نعلن ان منزلنا سيستعد لاستقبال الطفل الثاني، يا لها من هديه رائعه من الله، لينا هيكون هي الاخت الكبرى قريبا. كمان كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي نشر صوره على تويتر من مباراه بيرنلي في كاس الاتحاد الانجليزي اللي انتهت بفوز السيتي 5-0 وتاهل لدور ال 16 وكتب دي بروين الى الجوله التاليه. نشر كمان برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي صوره من المباراه على تويتر وكتب اداء جيد وتاهل للجوله التاليه. كمان نيكولا توماندي لاعب مانشستر سيتي نشر صوره من اللقاء وكتب فوز كبير على ملعبنا في كاس الاتحاد نحن في الجولة التالية. نشر كمان غوندوغان صورة من المباراة على تويتر وكتب 5-0 للجولة التالية بالجدارة وعن استحقاق. كمان رياض محرز نشر صورة من اللقاء على تويتر وكتب 5 أهداف وشباك نظيفة أخرى في القائمة أحسنتم. جاريث بيل لاعب ريال مدريد بقى نشر صورة من تدريبات الفريق على تويتر وكتب سعيد بالعودة للتدريب مع الشباب. المغربي كمان أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني نشر صورة على تويتر من مباراة هانوفر ببونز ليجا واللي انتهت بفوز كبير لحكيمي ورفاقه 5-1، كتب مباراة رائعة للفريق مع مشجعينا. كمان فيكتور موزس المنتقل من تشيلسي لفنربخش التركي مؤخرا على سبيل الإعارة نشر صورة على تويتر من أول تدريب ليه مع الفريق الجديد وكتب استمتعت أول تمرين لي مع فنربخشة كل التركيز على يوم الاثنين اللي جاي. أخيرا نشر ماريو ماندركيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي صورة على تويتر لطفلين في كرواتيا لابسين تيشيرت اليوفنتوس وكاتبين الأحلام تصبح حقيقة إذا كنت من كرواتيا أو مشجع لليوفنتوس. مشاهدينا نطلع دلوقتي فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده أستاذ عبد اللطيف إسماعيل الناقد الرياضي في أخبار الرياضة. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا ومعانا دلوقتي في الاستوديو منورنا استاذ عبد اللطيف اسماعيل الناقد الرياضي في اخبار الرياضه. مساء الفل على حضرتك ومنورنا اكيد في كلام في الميديا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اكيد عندنا حاجات كتير جدا نتكلم عنها، اكيد في لقاء هام للنادي الاهلي وكل لقاء للنادي الاهلي هو لقاء هام
فمشوار النادي الاهلي لاستعاده بقى لقب الدوري او المحافظه عليه. وطبعا كان في لقاء لسه يوم الخميس اللي فات، لقاء وادي اللقاء عفوا مصر المقاصه، طبعا كان لقاء هايل انتهى بثلاث اهداف نظيفه لصالح النادي الاهلي. شفنا لقاء يعني في روح النادي الاهلي اللي كان النادي الاهلي مفتقدها بقاله فتره. طبعا نتكلم عن ماتش الاهلي المقاصه، لا عايز اقول طبعا ماتش الاهلي المقاصه يعني شخصيه الاهلي رجعت في هذه المباراه. الاهلي قدم لنا مباراه كبيره جدا من ماتشاته الكبيره اللي احنا متعودين عليها، والجمهور النادي الاهلي وجمهور الجمهور المصري بشكل عام بيشوف الاهلي بالاداء الكبير المتميز بيه وبالاهداف وبالانتصارات، فكان ماتش كبير جدا. الاهلي يعني عايز اقول كده بشكل عام يعني هو قدم مباراه كبيره، ابدع وقدم شغل كبير جدا، كان في تكتيك عالي جدا، كان في انسجام بين جميع اللاعبين بما فيهم الصفقات الجديده للنادي الاهلي جابها. المباراه يعني كان فيها فكر من لاسارتي بشكل كبير جدا. المباراه رجعت لنا الزمن الجميل للنادي الاهلي وماتشاته الكبيره والاداء العالي اللي اسعد الجماهير. يعني انا كنت شايف معظم جماهير اللي هي النادي الاهلي بعد الماتش كانت قد ايه مبسوطه، قد ايه مطمئنه ان هي قالت خلاص الاهلي رجع تاني من اول وجديد. صحيح. فالاهلي قدم ماتش كبير جدا بالنسبه لماتش مصر المقاصه، قدر ان هو يجيب ثلاث اجوان. الاهلي بقى له فتره بيجيب وقف عند حاجز الهدفين فقط، في المباراه دي تعدى حاجز الثلاث اهداف. يمكن عايز اقول طبعا الاهلي من بدايه المباراه كان ضاغط، يعني لعب من اول دقيقه الماتش. صحيح. كان ضاغط، قدر في خلال الاربع دقائق الاولانيين انه يجيب جون يعتبر ملعوب. يعني يمكن ثلاث اجوان اللي الاهلي جابهم في المباراه كانت ثلاث اهداف ملعوبه بشكل كبير جدا، واضح ان ده ناتج عن طريق تدريب وخطط كبيره وجمل تكتيكيه معموله في الملعب وشغل من خلال المدربين. يعني عايز اقول لحضرتك ان الكوره طبعا اللي اتقطعت من حمدي فتحي ولعبها على طول لرمضان صبحي ودخل بيها للوسط وقدر يمررها بشكل كبير جدا لحسين الشحات وانفرد يجيب اول جون، كان يعني ده يدل عن اداء يعني وتناغم بين اللاعبين. صحيح. طب لو سالت حضرتك عن افضل الصفقات الجديده او مين الصفقه الجديده اللي شفتها ومتاكد ان هيكون ليها بصمه مختلفه او دور مختلف مع النادي الاهلي في المرحله اللي جايه؟ انا عايز اقول ان كل الصفقات، يعني مش عايز اظلم حد واقول حد معين، كل الصفقات شايف من وجهه نظر انها صفقات قويه، صفقات محترمه جت في وقتها، كل واحد جه في مركزه، كله بدا يظهر لمساته، بدات تبان بصمته، بدات تبان. يمكن رمضان صبحي شفنا ان هو ادى ماتش كبير جدا، عمل شغل كبير جدا في الماتش ده، يمكن كان من نجوم المباراه. حسين الشحات برضه مع بدايته قدر يحرز هدف واكد على ادائه العالي وعلى قوته التهديفيه. حمدي فتحي عمل شغل كبير جدا. يمكن ياسر برضه فتحي في الدفاع كان برضو عامل ماتش كبير، ويمكن من نجوم المباراه، يمكن الناس ما حسيتوش قوي على اساس ان هو يمكن يعني ما ظهرش لكن بشكل كبير في عمليه الهجوم، لكن اكيد كان واخد واجبات تكتيكيه ودفاعيه معينه. لكن يمكن عايز اقول يمكن يعني حتى الاحصائيات اللي خرجت بعد المباراه اكدت ان معظم الكرات اللي هي كان فيها مواجهات يعني او العاب هوائيه مع الفريق المقاصه قدر ان هو يستحوذ عليها بشكل كبير جدا. يمكن سجلت اكتر او حوالي 81% او اكتر من 81%، دي نسبه عاليه في عمليه الاداء. ده بيتم مع فريق كبير برضه، فريق المقاصه فريق كبير ومحترم أكيد. وبيأدي بشكل كبير. في ناس قالت ان المقاصه ما كانش هو المقاصه سبب الغيابات اللي كانت عنده، بس اكيد كان الرد على الجانب الاخر. طب ما الاهلي برضه عنده غيابات وعنده اصابات. الاهلي عنده غيابات وعنده اصابات كتير، والاهلي يمكن عنده فرقه بره من الاصابات ان شاء الله يتعافوا. 11 لاعب فرقه كامله. المقاصه برضه عندها كم عندها برضه، اي فريق بيبقى عنده مجموعه من الاصابات، لكن برضه المقاصه عندها فرقه كبيره، وقدر كابتن طلعت يوسف ان هو يقدم فرقه كويسه وما فيش اي غيابات موجوده عنده. هو يمكن بان قدام الناس الكلام ده يمكن من اداء الاهلي العالي والثلاث اجوان اللي هي جت، يمكن قالت ان برضو لو بصينا للنادي الاهلي هتلاقي كمان ان غيابات النادي الاهلي غيابات في المقتل، يعني احمد فتحي، وليد سليمان، حسام عاشور، يعني بتلاقي وليد ازار، ما فيش راس حربه. يعني تلاقي الغيابات برضو اللي عند النادي الاهلي ما هياش غيابات هينه، كلها غيابات مؤثره جدا وفي مراكز اساسيه. ده بقى يجي في ظل هذه الغيابات اللي هي موجوده، ويجي الاهلي
الاهلي وبيأدي هذا الاداء العالي والاهلي بيحرز ثلاث اهداف في مباراه كبيره تعتبر البدايه والانطلاقه بالنسبه للنادي الاهلي مع هذا الدور. يعني يمكن ماتش المقصه هتعتبر الانطلاقه الحقيقيه للنادي الاهلي في هذا الدور، رغم الغيابات والنقص اللي حضرتك بتقولي عليه الى حد كبير في مجموعه كبيره من اللاعبين، الا ان المجموعه اللي هي موجوده قدر ان هو الجهاز الفني، طبعا هي مجموعه لاعلى مستوى، الجهاز الفني مع طموح اللاعبين وقتالهم وادائهم ان هم يقدروا يعملوا مباراه كبيره ويحققوا ثلاث اهداف. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن هو الماتش، طبعا فيه كلام كتير وشغل كبير للاهلي يعني، وشغل لعيبه برضه عمل زي عمرو السوليه لما عمل كره الاجايين ما بيعملهاش غير ميسي بوش رجله الخارجي، رمضان صبحي لما جاب الهدف الثالث بكعبه، فيعني زي ما تقول يعني تحس ان الاهلي هو بيلعب يعني بيعزف سيمفونيه بيعمل شغل كبير بيسعد أكيد. جماهيره بيعمل أكيد. اداء عالي وده اللي احنا شفناه في الاهلي وعايزين الاهلي يستمر عليه خلال الماتشات اللي جايه ان شاء الله. خلينا نرجع للدوري المصري الممتاز اللي في ناس متقالهم ان هو خلاص تم حسمه من دلوقتي، وده طبعا غير صحيح بالمره. بنشوف النادي الاهلي بيتقدم في خطوات ثابته طبعا نحو الصداره، وباذن الله ان شاء الله يكون الدوري في الموسم الحالي من نصيب النادي الاهلي. اللقاء القادم قصاد وادي دجله هو لقاء هام، واي لقاء للنادي الاهلي في الدوري الممتاز فهو لقاء هام ومفيش اي يعني بديل عن الفوز وحصد ثلاث نقاط من كل اللقاء عشان نقدر ان احنا نحافظ على لقب الدوري المصري الممتاز. لقب الدوري فعلا هو ماتش بكره زي ما حضرتك بتقولي مع وادي دجله، ماتش مهم جدا، فريق برضه منظم مع مدير فني اجنبي اليوناني تاكيس جونياس، ده برضه راجل قدر ان هو يعني يصنع فرقه كويسه بتنافس الى حد ما وبتلعب اداء ومنظم ما بين الدفاع والهجوم، وبرضه عنده مجموعه كبيره من اللعيبه زي محمود مرعي وعنده عبد المنصور مرمى وفي على اساس ان هو بيعدوا لماتش الاهلي بكره. فعايز اقول ان هو طبعا الفرق كلها بتتصارع من اجل احراز الفوز في هذا الدوري. الاهلي طبعا كل ماتش طبعا الاهلي ارتدى شخصيه البطل وهو حامل اللقب، وكل فريق بيدخل او بيلعب قدام الاهلي عايز يكسب البطل. فطبعا مهمه الاهلي بتبقى صعبه جدا، دي مهمه ملقاه على عاتق اللاعبين والجهاز الفني. وطبعا عايز اقول ان المجموعه اللي هي موجوده في النادي الاهلي طبعا مجموعه بنعول عليها بشكل كبير جدا على انها ان شاء الله مستمره في حصد النقاط. يمكن ناس كتيره جدا قالت على ماتش بكره ده يعني امتحان لسارتي واللاعبين والجهاز الفني، لكن اعتقد ان الاهلي ان شاء الله هيتخطى هذا الامتحان، هيقدم لنا كره جميله يكمل لنا الماتش اللي هو بتاع ماتش المقصه والاداء العالي اللي ظهر عليه النادي الاهلي ويكمل المشوار لنهايه الدوري باذن الله ان شاء الله. لو بصينا للنادي الاهلي في الميركاتو الشوطي شفنا 7 صفقات كلهم صفقات سوبر، شايف قد ايه نجح مجلس اداره النادي الاهلي في ابرام الصفقات دي؟ كان مهم جدا الاهلي، يمكن كنا بنتكلم قبل كده هنا وان كان الاهلي محتاج جدا، كنا احنا زي ما بنقول كنا مستنين يناير ده يجي بفارغ الصبر عشان خاطر ان عمليه الاصابات الكبيره جدا اللي حصلت لعدد كبير من اللاعبين، واطلقنا عليها ان الاهلي فتح المستشفى لكثره اللاعبين اللي هم دخلوا في اصابات كبيره جدا، كان حصل نقص عددي جدا، فكان لازم الاهلي وبسرعه ان هو يحاول يعوض هذا النقص العددي. لكن مجلس اداره النادي الاهلي طبعا متواجد كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره طبعا مع الفريق مع اللاعبين باستمرار، عارفين طبعا الفريق كان محتاج ايه، فطبعا لبوا رغبات الجهاز الفني في عمليه اللاعبين، واعتقد ان هي صفقات السبعه اللي هو الاهلي جابهم واحتمال تكون في صفقه ثاني قريب قبل ما يناير يخلص يعني في خط الدفاع، احتمال يعني احتمال تكون على حسب رؤيه الجهاز الفني. اعتقد ان الاهلي كان في حاجه كبيره جدا وحاجه مهمه جدا. لو بنتكلم عن صفقه اخيره فحضرتك متوقع يكون مين الصفقه الاخيره؟ يعني هو في كلام على يعني لعيب في احد الانديه قد يكون يعني في اي مركز يعني هو اعتقد في الدفاع، لان طبعا خط الدفاع اعتقد يعني عشان ما يبقاش فيه نقص يمكن موجود عندنا يعني الاصابات كتير، محمد نجيب ممكن طبعا الفتره الطويله اللي هو موجود فيها يعني بعد الفتره دي قد الراجل وبرضه في عوده سعد سمير وكان موجود
كلام جميل جدا. ورامي ربيع طبعا ان شاء الله يرجع للملاعب مره تانية اكثر قوه وامتعانه. لكن اعتقد في رؤيه الجهاز الفني لوجود لاعب اخر، لان انت عندك دلوقتي مشوارك مهم جدا في الدوري. ايه المقومات المفروض تكون في مدافع محتاجها النادي الاهلي في الوقت الحالي؟ والله يعني الاهلي تملي بيختار لاعب ذو امكانيات خاصه، ذو قدرات خاصه. يعني يمكن الاول كان حاطط سديف كوليبالي جابه، لكن يمكن ما اداش، قد يكون قوه بدنيه قوه جسمانيه محتاج يقفل في قدام المرمى في حاجات معينه. ما كانش محظوظ مع الاهلي. لكن دلوقتي تفكير فممكن لاعب يكون اكثر يعني فكرا، يعني ممكن ايه يبقى بعقله اكتر ما بيلعب بعقله. شايف مين على الساحه مميز؟ والله يعني هو دلوقتي احنا بندور، اعتقد ان احنا بندور في الدوري المصري، ما اعتقدش ان في حد خارج. ما هي دي يعني مشكلة من مين في الدوري المصري ويكون متاح في الوقت الحالي؟ يعني انا مش هقول، لكن ربما فيه لعيبه مرتبطه في انديتها بعقود، في لعيبه تاني طبعا فيه محاولات، في لعيب في يمكن النادي الاسماعيلي كان عنده لكن ما رضيش يسيب اللاعب في النادي الاسماعيلي متولي او هو باهر المحمدي، لكن الاسماعيلي طبعا في ظروف صعبه جدا، فلا حاولت انك انت مهما يعني من مقابل مادي، لكن هيقول انا متمسك لان انا محتاجه كنادي. دي من افضل فيه بعض اللعيبه الاخرين جدا. ممكن الاهلي ما يحتاجش في قلب الدفاع، ممكن يحتاج مثلا في الطرف اليمين او في الطرف الشمال كحد من اللاعبين. فدي رؤيه الجهاز الفني وعلى حسب الموجود عنده، لانه مش هيقدر يلعب فقط بال11 لاعب، لازم يبقى في حد موجود عنده. ان هو طبعا في محمود وحيد موجود دلوقتي برضه مستواه كويس من ضمن الصفقات، لكن يمكن علي معلول لما رجع تاني من الاصابه وبيأدي بشكل كويس وبشكل ممتاز صحيح. في الجبهه الشمال وعامل شغل كبير، وممكن الهدف الثالث اللي من المقصة كان من خلاله فطبعا يعني توقعات حضرتك بتقول ان النادي الاهلي، لكن هو في الدفاع يعني اعتقد في ممكن صفقه تامنه ممكن تحصل قبل ما يتقفل باب القيد الشتوي. صحيح أعتقد. هو غالبا لاعب محلي في مركز المدافع، ومن كلام حضرتك تقريبا هو بعيدا عن الاسماعيلي تماما. اعتقد يعني هو لحد ما وطبقا للمعلومات اللي عندي لحد دلوقتي كلام حضرتك مظبوط. طيب خلينا نروح لملف اخر بعيدا عن الدوري المصري، ولكن لازم نتكلم عن النادي الاهلي والبطولات اللي بينافس فيها النادي الاهلي، دوري ابطال افريقيا. شايف المنافسه ازاي في مجموعتنا اللي بتضم سيمبا التنزاني، شبيبه الثوره الجزائري، وفيتا كلوب مع النادي الاهلي؟ النادي الاهلي دلوقتي هو متصدر المجموعه باربع نقاط من فوز وتعادل. تمام. شايف المنافسه يعني منافسه قويه جدا من وجهه نظر ان فيتا كلوب اقوى المنافسين. الاهلي نجح ان هو يكسبه هنا طبعا 2-0، وعمل ماتش كبير على فيتا كلوب. يمكن الماتش الثاني شبيبه الثوره الجزائري برضو كان الاداء متوسط لحد كبير، ويمكن يعني نجح ان هو طبعا ان هو يتعادل الاهلي. كريم ندفت الهدف اللي هو جابه احرز بيه التعادل، يعني في حد ذاته التعادل ما هوش وحش، الاهلي كان بيطمع ان هو يكسب. لكن طبعا عايز اقول ان طبعا اعتقد ان الاهلي طبعا الماتش اللي جاي مع سيمبا الاهلي مهم جدا ان يكسب فرق اهداف، لان طبعا اليوم هنقابل سيمبا في الجوله الثالثه وفي الجوله الرابعه كمان. مهم جدا هنا وهناك. مهم جدا ان شاء الله الاهلي يكسب الماتشين، لان كده يبقى حسم الصعود. عايز اقول ان ماتش فيتا كلوب مع سيمبا، فيتا كلوب كسب سيمبا 5-0، دي نتيجه كبيره جدا. بس برضو حضرتك لو جيت تبص للنتائج في المجموعه دي هتلاقي مثلا شبيبه الثوره اخذت 3 من سيمبا التنزاني، وجينا احنا تعادلنا معاها رغم ان احنا اكيد مستوانا بيتفوق على سيمبا، فتلاقي الموضوع برضو اعتقد ان الارض لعبت مع اصحابها. لكن عايز اقول ان هو سيمبا طبعا جاي لنا الماتش الاولاني، اعتقد ان احنا طبعا هيبقى فرصتنا كبيره ان احنا نكسبه بعدد وافر من الاهداف. وفرصتنا كبيره كمان في العوده، ان احنا هنكون لسه الفريق لسه ملاعبينه من قريب وحافظينه تماما وعارفينه، ان احنا ان شاء الله نعدي الماتش الثاني بشكل كبير بفوز او تعادل، بحيث ان هو يضمن للاهلي ان هو يواصل الصداره على قمه مجموعته. وده صحيح. اهم حاجه من وجهه نظري. صحيح. طيب نرجع لمباراه بكره ونروح للقائمه الخاصه بالنادي الاهلي التي تخرج ان شاء الله لقاء وادي دجله في الجوله ال20 من الدوري المصري الممتاز. بتضم القائمه شريف اكرامي، محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف،
سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي، عمرو السولية، هشام محمد، رمضان صبحي، ناصر ماهر، كريم مدفد، صالح جمعه، جونيور اجاي، حسين الشحات، واحمد حمودي، وجيرالدو، وصلاح محسن. تمام. حمدي فتحي مش موجود، يمكن الاصابه اللي هي حصلت ممكن يكون هو حب يريحه. طيب نقول القايمه تاني. شريف اكرامي، محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي، عمرو السولية، هشام محمد، رمضان صبحي، ناصر ماهر، كريم ندفد، صالح جمعه، جونيور اجاي، حسين الشحات، احمد حمودي، جيرالدو، وصلاح محسن. تمام. زي ما قلت لحضرتك ما فيش حمدي، حمدي فتحي مش موجود في القائمه برغم الاداء الرائع اللقاء اللي يمكن هي طبعا اللي كان حصل ان هو تقريبا في صدام او كده، ان هو طلع هو عنده شويه اجهاد يمكن فهو طبعا يمكن هو طبعا عايز اقول لسارتي عنده فكر معين بيطبقه مع النادي الاهلي. اولا بيحاول ان هو عنده رؤيه معينه في عمليه الاداء، بيحاول ان هو كمان الميزه اللي فيه انه بيقعد مع كل لاعب ان هو بيحاول يقول له فكره ايه. صحيح. زي ما يكون بيحفظه ان هو المفروض الاداء بتاعه يبقى شكله ايه، او هو رؤيته الفنيه شكلها ايه، واللي عايز يتنفذ في الملعب ايه. وده تقريبا برضه قدر ان الاهلي لعيب الاهلي يستوعبوه ويحققوا ونفذوه وحققوا منه خلاله هذه النتيجه الكبيره اللي اتحققت. اعتقد ان بعض المصابين في القائمه بداوا يدخلوا بشكل كبير جدا، يعني احنا دلوقتي صلاح محسن موجود في القائمه، جيرالدو تقريبا برضه موجود. محمود وحيد كنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي أكيد. بنقول عليه في طبعا شايف مين هيكون مكان حمدي فتحي بكره في اللقاء؟ يعني موجود في نص الملعب اكتر من لاعب، ممكن هشام محمد، عمرو السولية موجود، وندفد موجود بيلعب، يعني هو ممكن يكون هشام محمد اقربهم اللي هو موجود، احتمال يبقى هو مكان حمدي في نص الملعب. لكن اعتقد ان القائمه طبعا كل اللي موجودين طبعا نجوم، واعتقد ان هو طبعا ان شاء الله هيبقى ماتش ممتع باذن الله. طيب بعيدا بقى عن النادي الاهلي، نروح لحاجه مهمه جدا، حدث مهم جدا هتستضيفه مصر، كاس امم افريقيا كان 2019. شايف اتحاد الكوره المفروض يعمل ايه عشان يطلع البطوله دي وينظمها بالشكل المشرف لمصر؟ هو طبعا مش اتحاد الكوره اللي هيعمل لوحده، هي مصر كلها هتعمل علشان عشان البطوله دي في مصر. طبعا البطوله دي كانت في تقريبا في الكاميرون، وطبعا اتسحبت منها، ما كانوش جاهزين، كانت هتروح المغرب وبعد كده راحت المغرب، ما راحتش المغرب، جت مصر. صحيح. اولا الاتحاد الافريقي وضع ثقته في مصر اكيد، واحنا طبعا ثقتنا في بلدنا كبيره وفي مسؤولينا كبيره جدا، وشايف ان احنا طبعا كلنا هنتكاتف عشان نطلع الحدث ده على اعلى اكمل وجه وعلى اعلى ما يكون، لان طبعا البطوله دي بالنسبه لنا احنا فيها اهداف كتيره جدا اكيد، سياسيه، مش بس رياضيه، مش رياضيه، سياسيه واقتصاديه ورياضيه واجتماعيه، وتواجد بشكل كبير موجود، عوده الجماهير للملاعب، كمان بوابه صحيح لعوده الجمهور عوده الجماهير للملاعب، وعوده الاسر للملاعب، واعلام مصر تترفع، حاجات كتير جدا 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 هتتحقق من ورا هذه البطوله لو ان شاء الله احنا يعني هنحط يعني عينينا وتركيزنا في كل التفاصيل اللي هي في التنظيم. صحيح. عشان هل حضرتك شايف ان الوقت كافي من ساعه ما يعني تم اختيار مصر ان هي تكون منظمه للبطوله دي لحد ميعاد بدء البطوله او افتتاح البطوله؟ طبعا احنا عرفنا كمان ان في الاغلب هيتم تاجيل البطوله دي لحد يوم الجمعه 21. لا، هي طبعا القصه ان هي البطوله جات لنا في توقيت 6 شهور. هو طبعا معروف ان الاتحاد الافريقي او كده لما بيجي يعملوا القرعه بيبقى يعني مع نهايه البطوله، بعد منها مثلا بفتره بيبقى عندك مده سنتين انت بتبدا تشتغل كأي دوله. احنا عندنا يعني عرفنا يوم 9 يناير والبطوله هتكون 21 يونيو. بس عايز اقول لحضرتك ان احنا برضو جاهزين جدا من ناحيه الملاعب،
ان شاء الله بتبدا تتجهز وهتاخد شكل رائع جدا. فعلا مش زي الدول الافريقيه لا، عندنا بنيه اساسيه موجوده وعندنا فنادق وعندنا طرق وعندنا مواصلات وعندنا حاجات على اعلى مستوى بشكل كبير جدا. عمليه تغيير المواعيد كانت تغير يوم وتغير اسبوع، اعتقد برضو ده بتتم بالاتفاق مع الاتحاد الافريقي، واعتقد ان مبدئيا الاتحاد الافريقي وافق، لكن طبعا لازم يصدر القرار الرسمي من خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف اللي هو ممكن هنعقد قريبا. صحيح. هيبقى فيها عمليه التغيير الميعاد ليوم 21 ان شاء الله عشان رمضان كل سنه طيبين والصيام صحيح. وكل النجوم الافارقه المحترفين بره يبقوا موجودين. وانا شايفه كمان هتبقى الامتحانات انا عايز اقول لحضرتك يعني الموضوع كبير في ايه؟ اخد من وقتك نص دقيقه. الموضوع مهم جدا في ايه؟ ان مصر كلها لما تشارك، انا عندي هنا طبعا طلبه جامعات وطلبه ثانويه عامه، وهذا الشباب العريض الكبير عايز برضه يفرح بمهرجان كبير جدا وكارنفان كبير جدا في مصر، ما هواش مجرد غير كمان احنا نعمل فان زون عندنا هنا في مصر زي ما كان بيحصل في روسيا. ده هو ده اللي لازم يحصل بشكل كبير جدا. واحنا اللي حصل في روسيا اكيد هنشوفه هنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وبعدين انا شايفه برضو ان اقامه البطوله في مصر هتكون مختلفه، يعني لو كانت اتعملت في الكاميرون. انا عايز اقول لحضرتك مثلا حضرت بطوله انا الجابون كان 2016 او 2017 في الجابون، فيعني البلاد الافريقيه دي بتكون صعبه جدا، صعبه جدا الطرق فيها، المرافق، المواصلات، فنادق الاقامه. يعني انا فاكره ان انا كنت قاعده في فندق سعره 150 دولار وما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش انت بتنتري مع الارض تقريبا. يمكن اكيد طبعا احنا في مصر اكيد طبعا اقل من كده بكتير، فاكيد ده هيكون في صالح البطوله وفي صالح كمان الفرق او المنتخبات المشاركه في البطوله دي. احنا لو رحنا يعني اخر بطوله حضرتها مع الاهلي كانت القطن الكاميروني في 2013، كان كابتن محمد يوسف مدير فني، ورجعنا خدنا اخر بطوله ابطال افريقيا اللي هو اللقب 2013. احنا كنا مثلا بنلعب القطن الكاميروني في مدينه اسمها جروة، بعيده خالص عن العاصمه، وهم كانوا فندقين، ومعظم زميلنا اصيبوا بالبعوض والنجوم دخل مستشفى الحميات، وكانت في مشكله رهيبه جدا، وما كانش فيه طبعا الطريق والملاعب، وكانت حدوته كبيره جدا. لكن انت طبعا ايه، والملعب كان برضو مش قد كده، لكن مصر انت كنت مجبر على كذا. فطبعا كنا لما بنقعد هناك ما فيش يومين ثلاثه عايزين نرجع بسرعه، لان مصر فعلا ام الدنيا، امن وامان وجو وحاجه يعني خير كتير ربنا يديمه علينا باذن الله يا رب. نروح بقى لمنتخبنا الوطني الاول السريع تحت قياده المكسيكي خافيير أجيري مدير الفني الحالي لمنتخبنا الوطني الاول، والفرق الكبير ما بينه وبين هكتور كوبر المدير الفني السابق، الفكر الدفاعي العقيم بالنسبه للشعب المصري اللي ما كانش عاجبه، ولكن في الاخر وصلنا لكاس عالم، والفكر دلوقتي اللي بيعتمد عليه المكسيكي خافيير أجيري. الفكر اللي عجبنا وان شاء الله وصلنا كاس عالم برضه. الفكر اللعب المفتوح، الطريقه الهجوميه، يعني مختلفين تماما. طبعا احنا لسه ما شفناش نتائج حقيقيه مع المكسيكي خافيير أجيري، لكن شفنا نتائج هكتور كوبر، شفنا هكتور كوبر وصلنا في الاخر لكاس عالم، كنا وصيف في بطوله امم افريقيا. تمام. اما الان احنا لسه طبعا ما شفناش نتائج، وما نقدرش نتكلم حتى عن نتائج مباريات غير مباراه تونس يمكن. بالظبط. وطبعا كانت العمليه محسومه اعتقد برضه في ماتشات في مباراه تونس. فعايز اقول ان هو طبعا في اختلاف كبير في الفكر بين الاثنين مدربين، بس عايز اقول ان الاثنين مدربين كبار، وعايز اقول ان طبعا هكتور كوبر رغم الطريقه الدفاعيه البحته اللي احنا كنا متضايقين منها والاداء الدفاعي، وصلنا كاس عالم بعد 28 يعني سنه، يعني عمل هدف ان احنا كان حلمنا نوصل كاس عالم وقدرنا نوصل كاس عالم. بأجيري طبعا فكره مختلف، في اداء، فيه شغل، يعني رجع الكره الجميله، وما ينفعش ان منتخب مصر، احنا ما بنحبش نشوف منتخب مصر ان هو مضغوط طول الوقت وبيدافع ومزنوق في نص ملعبه، لا دلوقتي رجع الكره الجميله، وفي اهداف وفي اداء وفي تمريرات، في اداء راقب يتم. احنا طبعا ما نقدرش نحكم عليه برضه لحد دلوقتي الحكم النهائي، لكن احنا بنديله كل الفرصه، كل الدعم علشان يستمر مع المنتخب، لان احنا طبعا اهم حكم عليه طبعا خلال الفتره دي كاس امم افريقيا هنا، اللي احنا طبعا عايزين ان احنا منتخبنا طبعا يفوز بيها، لان ده التتويج بعد التعب الرهيب وبعد الاستقبال وبعد البطوله وبعد الحفل، كل اللي انت هتعمله، حفل افتتاح وحفل ختام واستقبال وفود وبطوله هتبقى على اعلى مستوى وتنظيم ما فيش بعد كده.
فطبعا هيتوجها ان شاء الله منتخبنا الوطني بان هو يفوز ببطوله كاس الامم الافريقيه. صحيح، متوقع ان احنا هنفوز بها في الموسم الحالي او متوقع في الحاليه إن شاء الله من الكام، وواثق في الجهاز الفني وعندنا لاعبتنا ان شاء الله هيساعدونا حققوا لنا ان شاء الله الفوز بكاس امم افريقيا. استاذ عبد اللطيف اسماعيل الناقد الرياضي في اخبار الرياضه، اكيد استمتعنا بوجود حضرتك معانا النهارده في الكلام جداً. في الميديا نورتنا في قناه النادي الاهلي. انا بشكرك جدا، الف شكر. شكرا لحضرتك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.